مشاهدنا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم على في حصتكم خفيف وظريف. خفيف وظريف كل مره جيب لكم كيفيه خفيفه وظريفه. ان شاء الله اليوم راح نعملوا مع بعض سلطه خفيفه وسهله باش نخدموها. كما قلت لكم اليوم راح نعملوا سلطه وورد سلايت. وورد سلايت هي سلطه خفيفه روسيه. عندنا هنا كما راكم تشوفوا كميه تاع باتي الدواجن حار مقطعه كذا بالطول، كمية كذلك تاع جبن الجريير مقطع بالطول، عندنا كمية ولا حبة بصل خضراء مقطعة، عندنا هنا كمية تاع خيار المخلل، خل، خردل وزيت، وعندنا كمية كذلك تاع سلطة خضراء. نروح مباشرة تحضير تاع هاد السلطة. راح ناخذ هنا إناء غامق كما راكم تشوفوا، راح نحط هنا هاد الباتي اللي كنت قطعته بالطول، نضيف له جبن الجريير كذلك مقطع بالطول. راح نضيفوا هذا الخيار المخلل كذلك مقطع بالطول هكذا كما راكم تشوفوا. نخلطوا هذا الجبن والباتي والخيار المخلل، نضيفوا له هنا حبه بصل خضراء مقطعه صغيره. السلطه تاعنا راهي واجده، ما بقى لي غير نحط لها الصلصه اللي ترافقها. راح نحطه هنا كمية تاع الخل، وعندنا مغرف تاع خردل، وعندنا عصير تاع خيار المخلل. وراح نجيب هنا كمية تاع الزيت، نفس المقدار تاع الزيت راح نحطها هنا هكذا. وراح نزيدوا كمية تاع الملح وتاع الفلفل الكحل. قلنا نحطوا هنا كمية تاع الملح وكمية تاع الفلفل الكحل. نعاودو نوليو هنا السلطة تاعنا، راح نحط لها هاد الصلصة كما راكم تشوفوا. وراح نخلطها مليح. هكذا ناخذ صحن اللي راح نقدم فيه هذه السلطه. راح نحط هنا كنت عطيت لكم في المقادير كميه تاع سلطه خضراء، راح نحطها هنا. هكذا وراح نحط هاد السلطة هنا في قلب السلطة الخضراء. مشاهدنا الكرام كما راكم تشوفوا وصلنا لنهاية الحصة.
وصفتنا كانت خفيفة وظريفة، اللي هي كانت سلطة ورز سلات. إن شاء الله تكونوا خذيتوا المقادير وخطوات نتاعها وتجربوها وتنجحوا تحضير نتاعها. ما بقى لي غير نقول لكم سنوني في حلقات واحدة أخرين في حصتكم خفيف وظريف، مزيد من الوصفات يكونوا خفاف وظراف. سلام.